نستهل جولتنا في الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الشمالية بمقال لصحيفة نيويورك تايمز أكدت فيه أنه قبل أقل من 3 أشهر من انهيار مأساوي لمبنى سكني بفلوريدا، حذر رئيس جمعية الملاك المشتركين في رسالة من أن الأضرار التي لحقت بالمبنى تفاقمت بشكل كبير منذ أن تم تسليط الضوء عليها خلال عملية المراقبة سنة 2018. وأضافت الصحيفة أن هذه الرسالة تنضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تفيد بأن المهندسين كانوا قد دقوا ناقوس الخطر بشأن عيوب خطيرة قبل أشهر بل وحتى سنوات من الانهيار الكارثي للمبنى الذي خلف 11 قتيلا و150 في عدد المفقودين. على صعيد آخر، أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أنه في ظل تباطؤ وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19 أكدت مصالح الصحة العمومية أنها قادرة أخيرا على تتبع المخالطين لمنع ظهور بؤر جديدة، مشيرة أنه من المتوقع أن يصبح المتحور دلتا شديد الانتشار السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة. وفي كندا، قالت صحيفة لابخيس إن وزير النقل الفيدرالي عمر الغبرة أعلن أن كافة العربات الخفيفة الجديدة التي ستباع في كندا اعتبارا من سنة 2035 يجب أن تكون صفرية الانبعاثات، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك تحديد أهداف وسيطة لسنتي 2025-2030 بحيث يتم تقليص مبيعات محركات الاحتراق الجديدة تدريجيا قبل حظرها. ومن جهتها، أفادت صحيفة جورنال دو موريال بأن مجلس الشيوخ اعتمد رسميا القانون الذي سيجبر كندا على الوفاء بالتزاماتها البيئية لتلبية طموحها في تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.